طبعا اعزائي المشاهدين، تحديدا آلة العود دي من الآلات المحببة جدا الى قلبي. آلة العود اكيد بتأتي للفنانين الجميلين المبدعين، والفن يتوارى والاحداث لسه مكملة معانا في فقرات هلا بيكم. مرحبا بك بالفوتوغرافي احمد هاشم وبالفنان محمد مجدي، سعيدة بكم شديد ولانضمامكم معانا في امسيتنا من هلا بيكم. مرحبا بكم. اهلا بكم، مشكور جدا على الاستضافة الجميلة دي لأغنية النغمة الفضائية، ويعني مبسوط انه كنت معاكم واتاحت لي الفرصة ان يعني اعمل لقاء معاكم. شرفنا بيك فوتوغرافي احمد. طبعا طبعا برنامج هلا بيكم يعني جدير بانه دائما بيستضيف المواهب وبيكتشف المواهب، وبرنامج اكثر برنامج متابع وكده من قبل الناس ولاقي صدى من الناس. ان شاء الله انت برضو الليله جمهورك يتابعنا فيها. لبيكم يديك العافيه. تفضل سامر. انا سعيد بيك كثير يا محمد مجدي واحمد هاشم توادي، لكن نمشي لمحمد مجدي. ومحمد بدايتك في الغناء كانت متين؟ والله صراحه من ايام الدوره المدرسيه كنت بغني في الدوره المدرسيه، شاركنا في الدورة المدرسية في النيل الأزرق، أغاني دحر الملاريا، أغاني وطنية كثير شاركنا. جميل، رأيك شنو تسمينا لحن أول لكل المشاهدين حتى نسمع شنو؟ أغنية لسان حبيبنا. نسمع نسمع.
ساهر ونشقى لو ينفع شقاتا تزيل دمعنا بشوق وحنانا عشان ما يطرى ليلة نومنا لا الليل عشان ما يطرى ريضت نوم ونادى يذكر قلبه أيام المعانا معانا حبيبنا ما منظور إنسانا ما لسافر ودع ما غشانا دار عشانا
لا 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 حليل الخول ما غدر عشانا الخوة ذاتها ما غدر عشانا كان ما فضل حاجة مش مدهاشم بداياتك الجميلة والتصوير الجميل بدأ من وين؟ أصلا هي هواية يعني من وانا صغير من زمان الكاميرا جلست في الكعبة ديك يعني شغلانة قامت معي من وانا صغير أنا من كبرت حبيت يعني تصوير كهواية ما كان هنا كده يعني علاقتك كيف مع الفئة دي؟ فنانين؟ كيف يا طيب محمد بدايتك بدايه الانطلاقه الحقيقيه ليك ممكن اقول بتين والله بدايه الانطلاقه الحقيقيه طبعا انا كنت بغني في الجامعه جميل يلا في المنتدى في المنتديات اكتشفني خالي طبعا وريته فيديو تسجيل اشكو لك يا ربي يا سلام وريته له هو بيكتب لحن وانا ما كنت عارفه دي بدايه الانطلاقه قام كتب لي اغاني خمسه اسي ان شاء الله تكون محضر لنا الاغنيه دي محضر اغنيه خاصه اغنيه خاصه جميل طيب محمد انت عندك اسلوبك الخاص ولا متاثر بفنان معين؟ لا والله يعني كثير من الشعراء والفنانين قالوا لي الحاجه السمحه فيك واللي شاهد جاتني اكثر شيء من الاستاذ انا بحييه من داخل الاستديو استاذ جمال نحاس قال لي تلون انت كبرك يا سلام دي اهم حاجه لانه الفنان بيكون عنده لونيته المختلفه ولونيته بتميزه دي بتكون دافع كبير والناس تهتم بها طبعا اكيد والناس ذاتها تبعد شويه من اكيد من التقليد جميل اكيد التقليد ده طبعا ما بيكون بس مختصر على الفنانين مش كده يا محمد لكن برضو الفوتوغرافيز عمورا او الكاميرا مان بيكون في نوع من انواع التقليد كل زول بيحاول انه هو يقول لك لا انا لازم اكون الفيجن بتاعي طبعا هاي كواليتي يعني غير عن اي مصور الكلام ده صح صح طبعا يعني انت بتحاول تتميز عن البقيه يعني كاسم كعمل حتى في التعديل حتى في الزوايا يعني انت يكون عندك لونيتك براك يعني تعمل حاجه خاصه بالنسبه لك يعني مثلا اي زول شاف صوره يقول لك هذا تصوير فلان يعني لونيته براو اشكاله براو زواياه براو كده لكن ما طبعا اي فوتوغرافيز بيكون عنده اللوجو بتاعه هو يعني بيلونج او بيتبع للشخصيه الكاميرا مان دي احمد هاشم اختار لوجو خاص به هو مش كده بناء على شنو اختيارك للوجو بتاعك انت اللوجو بتاعي توتي يعني انا اصلا من توتي يعني اخترت يعني اسم المنطقه يعني توت اصلا تربيت فيها كده يعني اصلا يعني بنادوني توتي او تواتي تواتي محمد ما دارين هون نسمي ناس توتي والناس اللي حوالين توتي وكل السودان حضر لنا شنو غنية ان شاء الله حضر غنية الليلة لقيته نعم الليلة لقيته الليلة لقيته لقيتك بعد طول غياب بعد 10 يوم يا سامر سيمتي وبرضه الحمد لله على السلامة نسمع اعزائي المشاهدين
قدرت أداوي وما قدرت عبته من وقته عنه وطوال حبيته ولاقيته بتحس الغنى بجد تسلم يعني في مرات بتلقى في فنان بيأدي الأغنية زي ما شاء الله تقوله حافظة لكن إحساسك كان في الأغنية دي كان جميل جدا. طيب نمشي لمحمد مجدي ونشوف شنو من العقبات أو الصعوبات اللي بتواجه أي فنان واجهت محمد مجدي في بداية مشواره الفني. والله صراحة الصعوبات اللي واجهتني كان الوالد في الإذاعة السودانية له التحية كان ما درني إنه أنا أغني وكده في النهاية أغنعته قصي مصوت لما أنا طلعت وقلت له ما شيء أنغام جميل وسأل والد جميل تحية لوالدك يا مجدي علي حسب قدام الإذاعي تحية له ونحن بنحييه من هنا الله يلا يديه العافية كل التوفيق إن شاء الله. نمشي لأحمد هاشم. أحمد هاشم أجمل صورة التغطى تتذكرها؟ ممكن أقول أول صورة التغطى وعجبتك كانت وين؟ طبعا احنا مصارنا شمال يعني جنبنا الزراعة والبحر الطبيعة يعني كان كل فترة امشي البحر يعني طيور
شجر مناظر جميلة كده يعني، هي أكتر حاجة تجذبني للتصوير هو المناظر الطبيعية عموما يعني. جميل. أحمد هاشم أكيد بتوثق في المناسبات الخاصة والأعراس بالتأكيد، تفاعل الجمهور بيكون معك كيف لما تلتقط صورة تتعامل كيف أنت مع الناس اللي حوالينك؟ هل التعامل بيكون فيه حذر أو عادي؟ لأنه بقول لك لما أنت تأخذ لك صورة بالذات في مناسبة خاصة بيحتاج أنك تقرأ الناس، زي المرات في ناس ما بيحبوا الصور بالذات يعني الجنس اللطيف بيحتاج أنه الواحد يأخذ منه ليزن يعني، مرات ممكن تيجي تأخذ لك صورة من بيت تقول لك يا أخي ما لك مصورني. هل مر بك موقف زي ده؟ طبعا السودانيين هم يعني صعبين شوية في الحاجات زي دي. أنا مثلا أقول لك لا بنات عمي ما تصورهم، بدي ما تصورها، ما تصور نهائي كده يعني. ممكن بعد ما تكون أخذت اللقطة يجيك واحد ويقول لك يا أحمد يا أخي امسح الصورة دي أو ليه صورتها وكده، تفاصيل زي دي. طبعا أي تواجهنا كثير الحياة زي دي يعني، بالذات المناسبات الخاصة يعني في البيوت، في الصالات دي أقل شوية، لكن المناسبة لما تكون في بيت وكده يعني تواجهنا صعوبات زي دي كثير. جميل. أحمد رأيك شنو نمشي نشوف صور لأحمد هاشم من عندك صور تقريبا للطبيعة أنا أشوفها على الشاشة، يا ريت لو علقت لنا عليها يا أحمد هاشم الصور الجميلة. هي طبعا كانت الصورة المركزية، الصورة المركزية بحاجة دي. وين الصورة دي؟ هي شباب بعدين ما شاء الله بتاخذ من زوايا مختلفة جدا وزوايا مميزة جدا. أجمل المناظر تقريبا. الصورة دي عانيت فيها بتاعت كوبري توتي. هي معاناة شديدة. الإضاءة ما في إضاءة معدومة. يعني هيتو جازفتها. جميل. دي وين كانت؟ دي شباب وبالأخص منطقة ولا رام الله أرض المعارك. أحمد هاشم طبعا زي ما قلت لك محمد مجدي ده واجه صعوبات شديدة، أنت برضو لكن واجهت صعوبات، لكن الصعوبات دي طبعا بتكون اتكسرت وتلاشت لما استلمت أول كاميرا في حياتك. طبعا بيتين كانت يعني أنا أصلاً بديت التصوير ده تقريباً حوالي 3 سنين. أول كاميرا أمتلكها تقريباً 2 سنين يعني. أنا في البداية كنت شغال إيجار بمشي أصور وبعدها كده امتلكت أول كاميرا من 2 سنين يعني كسرتها يعني، في حيات كثيرة بدأت تتسهل يعني، صعوبات بدأت تتلاشى شوية شوية. صعوبات زي شنو انت ذاتك يعني واجهتك كمصور فوتوغرافي؟ لانه اصلا يعني المعدات اسعار في السودان هنا غاليه شديد. يعني بتواجه اي مصور دي يعني ما من السهل انك تمتلك كاميرا بروفيشنال كده وتبدا شغل طوالي، تبدا درجه درجه، لازم تصرف على شغلك يعني. لازم تصرف. مش كده يا محمد مجدي؟ برضه في الانتاج بتواجهكم صعوبه انتم كفنانين في الانتاج؟ لازم بتواجه صعوبات كثيره في اي مجال عشان تصل للقمه الزمن العاده بالذات، لانه المواهب كثرت. جميل. محمد مجدي شنو من الالوان الغنائيه اللي بتغنيها؟ اذا قلنا مثلا في غنى سيره، في غنى بتاع حماسه، في 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 اغاني لونياتها مختلفه جدا، انت مركز شنو على يعني لونيه مركز عليها؟ والله اكثر لونيه مركز عليها الاغاني المقعده، اغاني الاستماع. اغاني الاستماع هاي جميل. أكثر أغاني بقدر في القعدات. بمنو تأثرت من الفنانين الكبار؟ الله العظيم الأستاذ. عندك قدوات؟ الأستاذ محمود عبد العزيز ربنا يرحمه ويغفر له. يرحمه المغفرة. بستمع له تقريبا استمعت له شريط بتاع عامل كيف من عام 2002. عامل كيف وسلام الجفا دروب الشوك كان فيه الأغاني. جميل. محمد عندك أعمال خاصة ولا لسه ما أنتجتها؟ عندي أعمال خاصة 5. شنو الأعمال اللي أنتجتها خاصة ممكن لو الخاصة؟ اسمع أغنية أمي أحبت قسايا
بالصد بريء ولا هي ظالم. سامر انت ما تخليش سامر يعني عمله الخاص ده كله من كلمات هو عنده عمل خاص وانت قلت لي عليه وقبل الهواء نسمعه. طيب عملك الخاص ده كله من كلمات والحان طلاوة القاسم وغنيتك الخاصه انت اللي عايز تسميها للجمهور. نسمع الخاص ليه يا ظالم من كلمات والحان طلال ابو القاسم. انا بحيوه سي غريب متابعين حتهديه لكل محبي ومشاهدي انغام بهديه لكل من يعرف محمد نجي وكل مشاهدي انغام ولي انا وسلمى ما بس ولي ايهم متابعين. خلاص حي الشاعر حي الشاعر والملحن على الهواء نحيي بحيو جميل نسمع ليه يا ظالم. تتكلم وفي نجواك تتألم أشوف عينيك تتكلم وفي نجواك تتألم أغاز للروح يا ولا فريد زي فال الصباح العيد تواريخ وتخليه وتوديه حبيبي لو تعرف دموع الغالي لك تذريف انت حبيبي لو تعرف دموع الغالي لك تذريف مكان سرادة في جواي قلب دواي تواريخ وتخليه وتوديه لا 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 قلب العاشق تهنى من يوم وراد بتمنى قلب العاشق تهنى
ونايف الدنيا لو تنفى نخطف اليد في الحنة تواريخ وتخليه وتوديه مبدع ما في كلام محمد. أحمد ده كان سرحان هناك, شكلك عندك فيجن كده فكرت تصوره ولا حاجة. حسد بيك. أحمد هاشم كاميرته أو عدسة أحمد هاشم بتميل لشنو من المشاهد؟ يعني أنا بميل أصلا للتصوير بالليل, يعني بلقى فيه يعني راحة كده, بقدر أتحكم في الإضاءة المرايا في الزوايا, في أي حاجة بالليل بتكون أحسن. أنا لا تقول لنا زي ما تقول رايك كده. المناظر الطبيعية زي ما عارفة شباب وكده يعني ما في حتة كده بتستهواك يعني معينة مشكلة؟ بس يعني الجو يكون بالليل و عشان كده بقدر يعني اطلع احسن شغل في نهايه مطافنا ده. حابب تقول شنو انت كده لكل الفوتوغرافيز؟ والله يعني انا لسه يعني ما وصلت المرحله ممكن يعني اقدر اديهم فيها نصايح, لكن يعني بس اجتهدت تديك حب العدسه امشي معاه وين هي ما عايزه, هي تحبك زي الشاشه, حبيه عشان تحب. محمد مجدي الجميل الفنان عند ليب الأسمر نسميك أنت ما أسمر. طيب نهاية المطاف إن شاء الله, ما يعني نهاياتنا دائما البدايات والمشاوير بتبتدئ أو بتبدأ مع الجميلين المبدعين أمثالكم. نهايتك كده حابب تقول شنو للسادة المشاهدين برنامج هلا بيكم؟ ختام جاري زمن زيادة ولا شنو هم؟ مستاهل والله يا شباب حلوين, حسيته كده إنه شوية شباب حلوين. لا طيب والله أول حاجة الفرقة الموسيقية دي أنت ما عرفتها؟ أشكر الفرقة الموسيقية. جميل. الأستاذ محمد العبيد إسماعيل ربنا يديه الصحة والعافية في عزف الأورغان, الأستاذ أرجو عزف الدنب, الأستاذ عبد الله طبعا ما غني عن تعريف عزف الأستاذ إسماعيل حسن الدين, التحية والتقدير إن شاء الله, وعزف الطبلة علي أخوي علي مجدي. وأنا أشكر مسرة القناة أنغام للاستضافة الجميلة, شكرا لك أستاذ سامر, شكرا أستاذ سلمى. قبل إن شاء الله أنا أوعدكم بمزيد من المفاجآت. وأنا قبل ما أختم وقبل ما أقول لك مع السلامة وقبل ما شكرا أسلم سامر, شكرا لكل ما تابع أي زول تابعنا, شكرا له وسرة البرنامج. ربنا يديك الصحة والعافية شباب مجتهدين وشباب حلوين, وربنا كده دائما نشوفكم في اعلى المراتب وتكونوا ناس فيمسر عالميا. ودائما اعزائي المشاهدين ان احنا دائما في هلا بيكم يعني بنرحب بالمواهب, بنرحب بكل ما هو جديد. بشكر كل الناس اشاركوا معنا في اعداد حلقه الليله, من معدين من مصورين من هندسه صوت من كاميرا وكمان لكل الجميلات الواقفين خلف الكاميرات. بشكر كافه الفرقه الموسيقيه الصاحبه محمد مجدي, وبرضه بشكر الروائيه ساره عبد المنعم في الفقره السابقه. كل ما هو جميل كل ما هو
الآتي إن شاء الله في أهل بيكم. إن شاء الله تابعوني معاكم سلمى فيصل، في أمان الله. أنا كمان بشكر كل الناس اللي تابعونا على امتداد يعني ساعة ونصف من الزمان، وكل الجمهور والرؤية سارة عبد المنعم مواهب في التصوير، وإسراء ولمية في الإخراج، وإيمان تمدين، وهاني على الصوت. ودي كانت رفقة جميلة مع زميلتي سلمى، وضيوفنا المنورين أحمد هاشم المصور الفوتوغرافي، ومحمد مدي الفرقة الموسيقية المصاحبة. ده كان ختام فقراتنا اليوم يا سلمى. الاثنين الجاي حيكون برضو في فقرات مختلفة جدا، وحتكسر الدنيا إن شاء الله. خليناكم بعافية إن شاء الله. خليناكم في أمان الله، مع السلامة.